أن تركب سيارة أجرة بمدينة طنجة ليس بالأمر اليسير. الانتظار الطويل أولا ثم ترقب ردة فعل السائق المهني في حال قبوله الوقوف. قبول يحتمل أن يقبل من خلاله طلب نقل الزبون أو فرض شروط تنقل تستجيب لتوجهات صاحب سيارة الأجرة. في سلوكيات تركت المجال أمام مستعملية التطبيقات الحديثة الخاصة بالنقل من أجل كسب ثقة المواطنين لما يوفرونه من ظروف توفر إلى حد ما راحة الزبائن في أوقات الديروة يعني كان يعني التاكسي كان شافك معك جد الناس وثلاثة ما يقدر ما يوقف فهمتي دونك انا بالنسبه للتطبيقات الذكيه يعني والتكنولوجيا كت كت كتكونتاكتي التطبيق كيجيك كيجيك العرض ديال اي واحد كيكون مناسب في الثمن وكنستعملو صراحه كيكون عملي وسريع بالنسبه للتوكسياش وعيقوا خويا الفشوش ديالو بزاف بينو وبين داك ما حنا ما كراشي هما بيدومي ديفلوبا وعاوتو راسو معانا ولكن بهذيك التطبيقات اللي جاو دابا دار هما بديل مزيان دابا وكيرخصوا للمواطن وكي وكيسهلوا فيما كان ما داك بلا شروطات خصك دير هنا دير هنا دير هيدا التطبيقات ماشي قانونيا وكيعملوا كيفرضوا الراي ديالهم على المواطن لانهم قانونيين وكيدخلوا حتى المحطه وكيديو الكليان التاكسيات فهمتي التاكسي, التاكسي عنده قوانين ديالو وهذا الشيء هذا معروف تاكسي <applause> عنده الواجبات ديالو كاملة راه كيخلص تقريبا 10000 12000 درهم في العام عنده ديال الواجبات كيجي اخر كيخلص 2000 درهم ديال كيجي ديرو البلايص من هنايا ملي كنوضو نهضرو ما حتى شي واحد ما كيساعدنا عليهم كينوضو كنبغيو ندابزو معاهم و... عرفتيني كيفاش يبقى التنقل باستعمال التطبيقات الذكية أمرا مقبولا بالنسبة للبعض ومرفوضا للبعض الآخر كون العملية تشوبها خروقة قانونية هذا النشاط في المغرب هو نشاط مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي تنص أساسا على ضرورة حصول السائقين الممارسين لأنشطة النقل المهني على بطائق السائق المهني من الوجهة القانونية فإن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق منظم بمقتضى الدهر الشريف رقم 260 63 1 هذا صادر بتاريخ 16/1963 كما تم تغييره والنصوص الصادره بتطبيقه تنص على الزاميه حصول مقدمي خدمات النقل الطرق للاشخاص والموجهه للعموم على ترخيص مسبق والنقل بواسطه التطبيقات هو نشاط غير مرخص في المغرب يدخل في خانه النقل السري وكيشكل خطر على سلامه المواطنين لانه لا يوفر الحمايه القانونيه في حاله وقوع حادثه السير على اعتبار انه مستثنى الضمان كما هو منصوص عليه في مدونه التامينات واقع التنقل داخل المدن بات يتطلب مزيدا من الجرأة سواء من طرف أصحاب سيارات الأجرة من خلال إعادة النظر في ممارسات بعض السائقين ومن يسيء للمهنه او من خلال تدخل الجهات المعنيه من اجل ملء الفراغات القانونيه للاستغلال الغير مرخص عبر الوسائل الحديثه